بحضور إعلامي واسع حضر وزير الأشغال والصحة إلى مطار بيروت الدولي لمناسبة إعادة فتحه بعد 3 أشهر من الإغلاق بسبب أزمة كورونا. لم تحترم إجراءات التباعد الاجتماعي، وركز الوزيران على إنجاز إعادة فتح المطار في ظروف لبنان الصعبة، ووصف أحد الوزراء ما يحصل في المطار باليوم التاريخي. وبعيدا عن عدسات الكاميرات، وبعد مغادرة الوزيرين إلى صالة أخرى، منع جهاز أمن المطار الصحفيين من التصوير في صالة المطار. اعتدوا على مراسلين ومصورين بشكل قمعي بحسب صحفيين، وكاميرا سكاي نيوز عربية لم تسلم أيضا، وهو ما دفع الصحفيين إلى الأحجام عن متابعة تغطية مؤتمر الوزيرين. اليوم في بعض الصحفيين تكسرت كاميراتهم، اليوم في بعض الصحفيين تعدى عليهم وانشحطوا إذا بدك. اليوم نحن عم نعمل وجبنا، اليوم على عيني وراسي الوزيرين اللي اجوا، بس نحن مش بس جايين نغطي لهم نشاطاتهم، مش بس جايين نغطي لهم هاي الإنجازات اللي عم بيتغنوا فيها، اللي كلنا شفناها هون بالمطار وشفنا كيف التباعد الاجتماعي عم بيصير. السوق الحرة في المطار كالسوق السوداء في أسعار صرف العملة، الدولار 8000 ليرة لبنانية، علما أن الدولة تلاحق المتاجرين برفع سعر الدولار بشكل غير قانوني. اشتكى القادمون من ارتفاع أسعار تذاكر السفر والإجراءات المتبعة ودفعهم لفحوصات الكشف عن كورونا. شوف العالم كفايتي ببعضها، وين احترام للكورونا؟ وين في التباعد الاجتماعي؟ ما في شيء، بس أنه نحن عم نعمل إنجاز. هذه هي حكومتنا، إنجاز شو؟ أنه يلا منصور شوفينه شو عم نعمل، شو عم نعمل شيء ليك هالنطرة. أخي نحن تركنا هالبلد نروح نستفيد برا. أنا إذا بدي أرجع أشوف عائلتي بدي أدفع 1500 دولار، أنا جاي من البرازيل دافع 650 تيكت، 350 PCR، وهلا عم أقوله كمان في 100 دولار يمكن هون كمان زيادة PCR، بقى تدفع هلا كمان بوليس التأمين مش معروف قديش قيمتها. طب قديش يعني إذا شو يعني؟ وبعدين في ظل الأزمات القائمة في لبنان خاصة الاقتصادية، يعول كثيرون على ما سيحمله المغتربون من الدولار الأمريكي على أمل لجم ارتفاع سعر صرفه في البلاد في حال سمحت أزمة كورونا باستمرار وصولهم. أعيد فتح المطار، وحرص وزيرا الأشغال والصحة على تصوير جولاتهما من دون احترام الإجراءات الاحترازية ومنها التباعد الاجتماعي، لتنتهي الزيارة بالاعتداء على الصحفيين. سلمان العنداري، سكاي نيوز عربية، بيروت.